اون ايتي مي باس كي سباس ونقول اللي دار هذا الشيء وكيلو ربي على كل حال دون لي دو زونغل لا تهاون ربي وكيلو ولا سوندي كريمينال ربي وكيلو على كل حال لان سمعنا في الفيسبوك وسمعنا في الطريق الناس بزاف يقول لك يعني نحرقوه يوم من ما نحرقوه قامت الخسائر يدور بين 500 حتى 600 مليون دينار وكما يقولوا الاخر رجال الامن راهم هنا هما والاخر لا بوليس سيونتيفيك باش يديروا تحريات للاسباب لهذا الحريق.